ونسأله ما حقيقة تراجع أسعار السلع الاستراتيجية، وهو الرجل الذي يرصد بدقة وبشدة وبموضوعية علمية متجردة كل تطورات ما يحدث في السوق المصري. دكتور نادر نور الدين، أهلا بك يا فندم، منورنا. أهلا يا أستاذ إبراهيم وعود حميد، أشكرك جدا. خليني يعني أعود إلى السؤال ذاته، وهو حقيقة تراجع أسعار السلع الاستراتيجية. هل بالفعل تراجع الزيت، السكر، العيش، الفول، العدس، المكرونة، الرز؟ هل هناك تراجع في الأسعار؟ يعني نقدر نقسمهم ثلاث حاجات. يعني في أسعار انخفضت فعليا وبالنسب محسوسة ويشعر بها المواطنين، وفي أسعار ارتفعت، وفي أسعار انخفضت ثم عادت الارتفاع مرة أخرى. يعني مثلا الدواجن وأجزائها كلها انخفضت بشكل ملموس، الناس شعرت بيها. اللحوم أيضا انخفض لأي درجة، ووصل لغاية أسعار ما قبل الانفجار في الأسعار، ولا انخفاض يعني محسوس وملموس لكن ليس إلى النسبة التي نقول فيها أنها عودة إلى أسعار قديمة؟ لا، الانخفاض يعني في كثير من السلع لم يتجاوز 10%، بينما نقدر نقول ان احنا خلال العام الماضي تضاعفت الاسعار بنسبه 100%، سواء ايام السوق السوداء للدولار او حتى بعد التعويم وارتفاع السعر من 30 الى 50. ده طبعا اثر. يعني اللحوم والدواجن انخفضت مثلا، بدل ما هو ب 220 بقى ب 190، ده 10% فقط انخفاض. اللحوم نفس الكلام 10% عفوا. انما مثلا زيوت الطعام يمكن انخفضت 25%، ممتاز. والناس بدأت تشعر ان الزيوت فعلا انخفضت. الحاجة اللي كانت ب 200 بقت ب 160، وكانت ب 220 كانت وصلت الى 120 جنيه اللتر الواحد، دلوقتي بقى في حدود يعني 80 جنيه اللتر، وده انخفاض الناس بدأت تشعر بيه. انما كنا نأمل مزيد من الانخفاضات. انما مثلا في المقابل السكر ارتفع بشكل رسمي. يعني الدولة كانت مسعراه ب 27، مش مسعراه، قالت ده سعره العادل بناء على ما طرحه اللي هو رئيس مجلس إدارة شركة أبو قرقاص في المنيا، لما اشتكى في يناير الماضي يعني من أقل من 4 أشهر، وقال إن السكر بيكلفني 15 جنيه بينما الدولة بتاخده مني ب 12 جنيه فقط علشان البطاقات التموينية. وكان بيقول إنه السعر العادل خدوه مني حتى ب 15، فبالتالي كان السعر 27 كان سعر عادل جدا. الدولة رفعته إلى 37، طب طالما هو بيتكلف 15 يبقى ليه بقى الضعف حرة 37؟ حتى في مجمعات الدولة يعني ارتفع رسميا من 27 إلى 37. الرز كان انخفض فعلا من 40 و 35 إلى 30، ولكن الأسبوع الماضي عاود الارتفاع مرة أخرى إلى ما بين 35 إلى 40 كما كان، ومع أنه منتج محلي بالكامل ليس له أي ارتباط بالدولار. وكان ينبغي أن نشاهد مزيد من الانخفاضات في أسعار الرز، وكنت أتوقع وصوله إلى 25، ولكني فوجئت بارتداد الأسعار مرة أخرى إلى فوق ال 35 للرز المتاح الدرجة الأولى يعني. فالبيض برضو انخفض الحقيقة، كان ب 190 الكرتونة نزل إلى 150 الكرتونة، ده برضو سلعة استراتيجية والناس بتحس بيها قوي. فالأسماك طبعا نتيجة لما بدأت وبورسعيد انخفض بشكل عام، إنما الحقيقة بدأ يعاود ارتفاع مرة تانية أيضا، يمكن بعد انتهاء المقاطعة أو دخول شم النسيم، وده موسم استهلاك أسماك كان قد يكون له هذا الأثر. انما المكرونه انخفضت قليلا، الدقيق الحر انخفض الحقيقه كثيرا، كان وصل ل 40 جنيه الكيلو، النهارده ب 25 جنيه الكيلو، يعني ده انخفاض يمكن الاكبر في اسعار الدقيق، بخلاف الدقيق الرغيف الحر. انا الحقيقه مش بحب كلمه الرغيف السياحي، لانه 45 مليون مصري بياكلوه، احنا مش سياح يعني ولا حاجه، فهو الحقيقه المفروض يتسمى الرغيف الحر مش الرغيف السياحي يعني. فالحقيقه الرغيف الحر بخلاف اللي الدوله سعرته بجنيه ونص، انما الرغيف الثاني بيتباع منه فيه ب2 وفيه ب3 جنيه، فبرضه هو بس الجزء اللي الدوله سعرته. المخبوزات الافرنجيه ما نزلتش مع اني كنت متوقع انها تنزل بانخفاض اسعار الدقيق اللي سعرته، بناء على ان دي انخفض من 27 و26 الى 13 و14، يعني يكاد يكون 50% انخفاض. لكن الحقيقه المخابز الافرنجيه بينكروا هذا الانخفاض وبيقولوا ده في الإعلام فقط، إنما لم يصلنا حتى الآن، وما زلنا نشتري الدقيق الحر
اللي هو دي الابيض يعني بتاع المخابز الافرنجيه بسعره المرتفع كما كان، وبالتالي ما خفضوش اي من منتجاتهم كلها بكل انواعها يعني. فبالتالي احنا قلنا الحقيقه في حاجات انخفضت فعلا، اكثرها انخفاضا الزيوت والبيض، والباقي كله 10%. ونامل ان الفتره الجايه الدوله تتابع اكثر في مبادره انخفاض الاسعار، ويراجعوا اسعار السكر اللي ليه ارتفع من 27 ل 37، رغم انه رسميا مدير مصنع قطاع حكومي بيقول بيتكلف على الدوله 15 جنيه، فانا اعتقد ان السعر العادل ليه 27 جنيه كويس قوي. يعني احنا بنتكلم على مرحله ارتفاع الاسعار اللي كانت بتتضاعف احيانا 100% وربما اكثر، احنا دلوقتي في منحنيات تنخفض، فعندنا ثلاث وحدات زي ما حضرتك شرحت لنا دكتور نادر في انخفاض بالفعل، ولبعض السلع يصل ما بين 10 ل 15% في الانخفاض، وفي انخفاض وفي ارتفاع لاسعار بعض السلع زي السكر، ثم في انخفاض ثم مره اخرى عوده للارتفاع زي الرز وزي سلع اخرى. نعم ده التوزيعه اللي موجوده للاسعار. في كل في كل الاحوال احنا لم نصل الى اسعار العام الماضي ولا بالتاكيد اللي قبله، لكن على الاقل في ملامح انخفاض واضحه وملموسه ومحسوسه عند الناس. بالظبط نقدر نقول دي اسبابها ايه يا دكتور؟ هل وفرنا السلع اكثر ولا نتيجه الافراجات الجمركيه وتعويم الدولار، ولا احنا في السلع اللي بنتكلم عنها الغذائيه دي اللي اكثرها اكتفاء ذاتي او صناعه محليه، ف يعني بعيدة عن الزيادات اللي ممكن يبقى مردها الدولار، ايه أسباب انخفاض، ولا ده تدخل الحكومة مع تجار الجملة ويعني المستوردين أو المنتجين، ايه أسباب انخفاض الأسعار حتى لو بعضها كان 25% أو 15% فقط؟ شوف حضرتك نمرة واحد، الإفراجات اللي الدولة عملتها بعد ما حصل انتعاشة دولارية في مشروعات الاستثمار اللي دفعت نحو 25 مليار دولار، الحقيقة أفرجنا عن بضائع تتجاوز ال 10 مليار دولار خلال الشهر الماضي، كان أهمها الأعلاف، فول الصويا والذرة الصفراء، عشان كده كان أكتر حاجة سمعت معانا هي البيض والفراخ، ثم اللحوم انخفاض طفيف، إنما على الأقل إنها وقفت الارتفاع اللي كان متتالي إلى أن قرب إلى 500 جنيه للكيلو يعني، النهارده ما بين 420 ل 450 على الطريق. بس عندنا في وسطنا ب 360 يا دكتور. لكن هنا في المدن الكبرى القاهره والجيزه، بس كان ب 400 في وسطنا فنزل 360 برضه 40 جنيه مش 10%. لا احنا عندنا نزل من 480 في الاسواق الجيزه والقاهره، دلوقتي بقى ما بين 430 ل 450 يعني. طب ما تفكرش يعني تشتري من وسطنا؟ والله المشوار مش بعيد يعني. لا احنا عندنا كمان يعني جزارين وكبابجيه فافزاز يعني. عندنا كمان لحوم بلدي مضمونه 100% لانها جايه من الحقول يعني، والمنوفيه كلها خضراء كلها يعني من المحافظات الزراعيه الكثيفه، انما على الاقل هنضمن لحوم طازجه يعني. صحيح نتشرف كمان بزيارتك كمان. الله يحفظك يا فندم. ونتعديها يعني. الله يحفظك.